أخيرا هنروح لتقرير مع أولياء الأمور، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مصطفى أبو الخير وإبراهيم عبد الحكيم لاعبا فريق 2003 اللي كانوا موجودين مع الأهلي في معسكر الإمارات، ولكن بعد الفاصل. بشوف ان دي حاجة عظيمة جدا. المهرجان اولا تنظيمه رائع وتحفة، منظم جدا، مفيش اي عشوائية او هرجلة. الاطفال بيعيشوا او المواليد بتعيش اجواء البطولة، بيعرفوا يعني ايه منافسات، بيشوفوا فرق تانية لاول مرة بيشوفوها، بيشوفوا لعيبة تانية لاول مرة بيشوفوهم بس بيلعبوا معاهم في نفس الفرقة، ودي الحقيقة بتنمي حاجات كبيرة جدا جواها. فانا شايفة ان هي كانت حاجة مهمة جدا. يعني احنا واحنا في الاكاديميات الاصليه مش بيجي في دماغنا اهميه حاجه زي كده، بس لا حقيقي بعد ما جينا وعشنا التجربه، لا البطوله مهمه قوي قوي، والمهرجان رائع، تنظيم كمان القائمين عليه بصراحه حابه اشكرهم جدا جدا. افتتاح اكاديميه الاهلي في الغردقه دي حاجه كانت خطوه مهمه جدا، لانها يعني حسب ما النادي الاهلي متعود دايما اللي هو يكتشف البراعم والولاد الصغيرين وينميهم ويكبرهم ويبقوا اعضاء في فريق النادي الاهلي، فالاكاديميه بصفه عامه دي خطوه كويسه جدا. بالنسبه للمهرجان للسنه الثانيه على التوالي دي برضو خطوه حلوه جدا، لان دي بتحمس الولاد وبتحفزهم عشان يكبروا ويعملوا اقصى ما عندهم في الماتشات، بلس كمان برضو ان هم بيبقوا مبسوطين للاهتمام الاعلامي من النادي الاهلي والكباتن اللي بيشرفوا الاكاديميه. انا مواليد 2009، وطبعا الاكاديميه ادتني حاجات كتيره كويسه واستفدت بيها كتير في الماتشات وفي التمرينات وكل حاجه. انا ديفندر ونفسي اطلع زي وائل الجمعة. اكيد طبعا، بصراحه ده تاني مهرجان لينا في اكاديميه النادي الاهلي، وبصراحه هم عاملين مجهود فوق الرائع بصراحه، والكباتن كمان الولاد بيحبهم جدا، وطبعا احنا برضو لازم يعني نساند برضو من ناحيه والاكاديميه من ناحيه عشان في الاخر نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه مع الولاد. الاكاديميه هنا مش منقصين حاجه للاولاد خالص، منظمين، وانا حفيدي بقول لك جاي هو سنتين او ثلاث دلوقتي، هو مرتبط بالنادي، ما بنعرفش نعدي حصه الا لما يجي، فالدنيا كلها جميله خالص هنا منظمه. هو انا بشوف ان هو دور مميز ومحترم، وبيربي النشأة على يعني تاسيسهم من هم في البراعم يعني، وتاسيس كويس، وان شاء الله يكون دور مميز للاكاديميات، واختاروا ولنا اولاد هنا في الاكاديميه بيلعبوا مميزين ان شاء الله. انا دوري داعم لهم وواقف وراهم في اي مكان بيروحوا فيه في الاكاديميه، رحنا زايد ورحنا التجمع ورحنا كذا اكاديميه يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم. بس اولا انا عضو في النادي الاهلي الجزيره، وجاي ضيف هنا في الغردقه، تمام، وولادي ليا اثنين 2011 و2015، دي اول مره احضر المهرجان بتاع الغردقه، بس تنظيم كويس جدا ورائع، والاستقبال برضو، ويعني نتمنى نشوف حاجه افضل كمان من كده ان شاء الله. في التدريبات دايما تمام، تكثيف معاهم برضو بحيث بانتظام، في نفس الوقت برضو ان احنا جينا برضو المهرجان في سبيل ان احنا برضو ندعم ويبقى عندهم برضو ايه حبيب اكتر في الاكاديميه. اكاديميه يعتبر من الاشياء الجميله جدا، وخاصه ان الغردقه بتتميز بان في عدد كبير جدا من الاطفال مختلطين، فالاطفال دي بتتميز بنوع من الثقه الجامده، فان شاء الله هتبقى اكاديميه الاهلي من احسن الاكاديميات، وهتقدم ان شاء الله لمصر وللنادي الاهلي ابطال باذن الله. هي بصراحه حاجه جميله جدا، ودي بتدي اندفاع كمان للولاد ان هم يعرفوا يعني ان هم مثلا طالعين زي مهرجان يقضوا زي لعيبه كده اهوت، وانا ده تاني سنه لينا نقعد في المهرجان، ودي طبعا حاجه جميله جدا للنادي الاهلي وحاجة مشرفة خالص. الأكاديمية بتنظم إزاي تبني في الأطفال حب كرة القدم، هي مش مجرد رياضة بس، لا دي بتبني شخصيتهم، بتبني مستقبلهم. لازم الطفل من هو لسه صغير يتنشئ في أكاديمية زي كده وسط لعيبة زي كده كبار. دورهم كبير جدا، أولا بيشجعوهم كتير، بيتفرجوا وبيحضروا معاهم كل الاحتفالات وكل الرياضة، يعني بيحبوا يجوا معاهم النادي. الأجواء هنا طبعا ممتعة جدا وجميلة جدا، بيشجعوا فيهم روح الرياضة، روح الممارسة،
المدرسة دي، روح التعاون بينهم وبين باقي زملائهم.